لان مش الكرام مش دخلنا شفت مرحبا بكم معنا في هذه البث المباشره بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مش الكرام حنا الان كنتواجدوا في المنطقه بالقرب من محطه الدار البيضاء الميناء، محطه ديال التران الدار البيضاء الميناء الغنيه عن التعريف والمعروف اللي كتواجد بوسط المدينه. يعني هذه المنطقه اللي كيف ما كتعرفوا معنا كانوا اصحاب المقيلات كيسترزقوا الله هنايا، الله يسهل عليهم، يعني كانوا كيسترزقوا الله يسهل عليهم. كانوا كيجيو عندهم بعض الزبائن ماشي هما مساكن، يعني بعض الزبائن اللي كانوا كيجيو عندهم اللي كينوضوا الفوضى والرعب وكيضاربوا، فمساكن هما تجبد لهم الصداع، جبد لهم الصداع، وتم المنع ديالهم من طرف السلطات المحليه والسيد القائد لهذه المنطقه، تم المنع ديالهم باش يحطوا صحاب مقيلات، تم المنع ديالهم بسبب الفوضى اللي كيديروا عندهم الزبائن، يعني ماشي صحاب مقيلات، مره كتكون هانيه، مره كيجيك شي زبون ما هواش يقدر ينوض صداع في اي بلاصه، ماشي غير هذه البلاصه هذه. فهم مساكن جاو في الشاشه وتم المنع ديالهم وحبسوهم باش يحطوا المقيلات ديالهم باش يسترزقوا الله. كاين ناس اللي عندهم عائلات ما عندهم والو من غير المقيله هي باش كيسترزقوا الله، ولسنوات وخدموا فيها الاباء ديالهم وجاو هما ولقوا الاباء ديالهم خدامين فيها وتما خدموا فيها. فمساكن جاو في الشاشه وتم المنع ديالهم. فصراحه انا كنبغي نوجه رسالتي الناس مسؤولين، راه هاد الناس هادو خاصهم شي حل، لانهم ما عندهمش فين غيمشيو، ما عندهم دابا ما يوكلوا لوليداتهم، قسما بالله ما عندهم ما يوكلوا لوليداتهم لهاد الدرجه هادي، ما عندهم ما يوكلوا لوليداتهم، ما لقاو ما عطاهم ما ياكلوا بسبب المنع ديالهم هنايا. ايضا حتى الناس كيبغوا ياكلوا في فتره متاخره من الليل ما كيلقاوش مقيله نقيه كيجيو ياكلوا هنايا، الله يدير لهم الشتاول ديال الخير. يعني هادي هي المنطقه كيف ما كتشوفوا معنا مش الكرام، السلطات راه حاطين السياره ديالهم لمنع الفوضى والمنع ديالهم باش يحطوا ويسترزقوا الله. ماشي صحاب المقيله كينوضوا الصداع، يعني حنا ما كنقولوا صحاب المقيله، يعني بعض الزبائن ما كنعموش بعض الزبائن اللي كيكونوا فحال غير طبيعيه وفحال ديال الهيجان، فراه كينوضوا الصداع. كنا شفنا جوج ديال المحاولات ديال القتل هنايا في هذه المنطقه هذه، دخلوا عناصر الامن من بعد ذلك تم المنع ديالهم لحدود الساعه، يعني تقريبا دابا شي 15 يوم ولا 20 يوم هما ممنوعين ما كيحطوش. دنا مشاهدي الكرام كيف ما تبعتوا معنا كنا معكم في منطقه ديال صحاب المقيلات. انا ما ماشي صحاب المقيلات اللي نوضوا صداع، ماشي صحاب المقيلات هما اللي كيجبدوا صداع، واش كاين شي واحد غيبغي يحرم رزقه؟ راه ما يمكنش غيبغوا يحرموا رزقهم ويضاربوا ولا ينوضوا صداع، راه كاينين بعض الزبائن اللي كيكونوا في حاله ديال الهيجان وفي حاله غير طبيعيه كينوضوا الفوضى والصداع وكيضاربوا، هادشي اللي تسبب في المنع ديال صحاب المقيلات مساكن وتحرم عليهم الرزق ديالهم وبقاو به قادين باش يعيشوا وليداتهم او يعيشوا الاسر ديالهم. هذه رسالتي للناس المسؤولين، السيد القائد ديال هذه المنطقه هذه، هاد الناس هادو راه دابا والله القسم ما عندهم ما يوكلوا لولادهم. لنا مشتركين الكرام مشتاقين شفتي غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.